المهم دائما مع الجزء الثاني الخاص بالكويز أو الامتحان الخاص بنهاية الجزء الثالث الخاص بالبرمجة داخل أنظمة الـ IoT وكذلك الـ Controller. Which statement describes broccoli? بلوكلي. إذن ما هي العبارة التي تصف لوجيسيال أو تطبيق بلوكلي المستعمل للبرمجة خصوصا الخوارزميات؟ It is a compiled language. هذا خاطئ لأنه عبارة عن interpreted language. It is specific Linux distribution. لا، لأنه ليس عبارة عن ديستريبيوشن لينكس كـ ريد هات أو فيدورا أو دوبيان. It is graphic editing software for web design. قال لك سيدي هو عبارة عن لوجيسيال أحبائي الكرام أو تطبيق لبرمجة المواقع الإلكترونية. لا. It is a JavaScript based library for implementing visual programming. هو عبارة عن تطبيق مبرمج بلغة جافا سكريبت خاص للخوارزميات والبرمجة فيزيوال. فوالا، إذا الجواب هو الخيار الرابع. إذا what is the benefit of deploying a group of headless PE IoT device؟ قالك هنا what is the mean ما هي المنفعة. What is the benefit of deploying a group of headless PEIT device؟ من تنقولوا headless أحبائي الكرام يعني شي حاجة متحكم فيها عن بعد، يعني الأشياء المتحكم عليها عن بعد. إذن لنقوم بنشر السؤال بطريقة جيدة. إذن هنا Ctrl A Ctrl V، هنا الخيارات. إذا سيكون عندنا مجموعة من الخيارات. What is the benefit of deploying a group of HPE device is managed remotely on a network؟ يعني كل IoT، كل معد IoT يمكن أن نقوم بتدبيره والعمل عليه عن بعد. هنا ريموت يعني عن بعد، ريموتلي اون ان نتورك. إذا هذا غيكون هو الجواب الصحيح أحبائي الكرام. A single monitor can be connected to the group of PEIT devices. يعني مونيتور يعني شاشة عرض، ولا يمكن أن نربطها بهذه المجموعة. خطأ. The PE IoT devices can connect to each other using Zigbee. زي ما كاين أي معد IoT يمكنه أن يرتبط فيما بينه باستعمال البلوتوث، باستعمال الويرلس. ما هي الويرلس؟ هي زيجباي. زيجباي هو عبارة عن ويرلس، عبارة عن يطلق الإنترنت أحبائي الكرام، يطلق الإنترنت باستعمال اللاسلكي، باستعمال اللاسلكي. فوالا. إذن the group of PEIT device must be controlled by a single PE device in the cloud. هذه خطأ. إذا الجواب صحيح هو الأول، وهذا ما يؤكده الجواب. HPE device is managed remotely on a network. فوالا. إذا السؤال الآخر، ملي تنقولوا headless يعني هذا المعطى دائما خاص بالتحكم عن بعد للحواسيب. سنرى السؤال رقم 9. A user is using Blockly to program a process to find the next 100 prime number after 2. يعني برمجية Blockly تقوم بنشر 100 عدد أولي بعد 2. Which block is best used for the task؟ ما هو الكود المناسب لبرمجة هذه الأشياء؟ إذا ننقل أحبائي السؤال لتروا السؤال بوضوح. Ctrl C، هنا الجواب. Ctrl V. إذا A user is using Blockly to program a process to find the next 100 prime numbers after 2. يعني لنشر الأعداد الأولية بعد 2. Which block is best؟ وش while كلما كان
بلوك وايل، بلوك لا، وايل نستعملها عندما لا نعرف عدد الإعادات. نستعمل مثلا وايل ترو ثم ندخل إذا تحقق الشرط نفعل بريك. إذا لاحظ ما هو الفرق بين فور ووايل. وايل عندما لا نعرف عدد الإعادات، أما فور عندما نحدد الإعادات. وبالتالي برايم بلوك اف ذن، هنا اف ذن غير كافية. اف سنستعملها اف مثلا اكس بورسنتاج 2 تساوي 0، يعني هل يعني سنحسب عدد القواسم اذا اردنا ان نقوم بنشر الاعداد الاولية. ناخذ اي عدد اولي ثم نقوم بالاعادة من واحد الى عدد الاولي اولي ثم نقوم بحساب عدد القواسم. اذا كانت القواسم يساوي 2 فانه عدد اولي، وبالتالي سنقول من فور دو اي من واحد حتى الصو. ولكن حنا غنمشيو افتر زوج، غنمشيو من اي يساوي 3 حتى ل 100. وبالتالي احسن جواب هو 4 بلوك، يعني ضروري نستعملو 4 بلوك. اذا الجواب هو 4 احبائي الكرام. السؤال رقم 10، وات از ان افونتاج اوف ان اكزيكيوتابل بروجرام كودد ويز ان انتربريتد لانجويج كومبارد ويز ا كومبيلد لانجويج. زعما كاين ما هي المنفعة ان اكزيكوتابل، يعني ان بروغرام اكزيكوتابل مقارنة مع برنامج انتربريتي، مع برنامج انتر، مع كومبيلي. كاين كومبيلي وكاين انتربريتي. اتس ران فاستر واز ان اكزيكوتابل بروغرام كودد ويذ ان انتربريتد لانجويج، يعني interpreted language، interpreted language مقارنة مع compiler. It run faster، هل يطبق بسرعة. It store as binary format، لا هذه خاطئة. It store as binary format يعني لي langage interpreted يكونوا directement executable. Voilà. وغالبا لا يكون faster، لا يكون لا يكون لا يطبق بسرعة. It is easier to maintain and troubleshoot، يعني لصيانته وتبديله يكون القضية سهلة جدا، فقط نذهب إلى المصدر ثم نقوم بتغييره ونقوم بتطبيقه مباشرة، عكس compiled يعني نكتب البرنامج ثم نقوم بتحويله إلى البينار ثم المعالج يقوم بتطبيق ذلك البرنامج. إذن السؤال الصحيح it does not rely on another program in order to execute، ما تعيطش على، لا يقوم بالمنادس على برنامج آخر ليقوم بتطبيقه. إذن الجواب الصحيح it is easier to maintain and troubleshoot. فوالا، إذن نص أحبائي الكرام هنا كتذكير كنترول سي. إذا سنذهب هنا كنترول أ كنترول في. إذا يمكننا أن نقوم بقراءة هذا النص وشرحه لمعرفة الفرق بين برنامج interpreted language وكذلك أشياء أخرى. فوالا، إذا البرنامج a program coded with an interpreted language stays in human readable text، يبقى مقروء. إذا عندما نكتب برنامج يبقى على الشكل التالي، برنامج باستعمال لغة برمجة مؤولة interpreted، فوالا، يبقى على شكله الأصلي. لا نقوم باستبدال البرنامج إلى binary code أو إلى برنامج آخر. Which makes it is easy to maintain and troubleshoot. إذا يكون سهل صيانته ووجود والتعرف على الأخطاء. However، voilà، it relies on، however، على عكس ذلك، it relies on another program called called an interpreter. إذن دائما ينادي على برنامج آخر interpreted ليقوم بالتأويل to parse and execute the code، لتغيير لparse، يعني parsing يعني تغيير الكود and execute the code because it requires interpretation during its execution. عندما نقوم بتطبيقه نقوم بتأويله مباشرة. It runs slower، إذن سيكون it runs slower
Voilà, then the same program coded by a compiled language. إذا يكون بطيء، يعني اللونجاج انتربريتينغ هو يكون بطيء مقارنة مع برنامج كومبيلي. Voilà. The correct answer كما قلنا وذلك الجواب. إذا بعض الخلاصات بالنسبة لبعض الأوامر لينكس الاعتيادية كنترول سي الاعتيادية كتذكير. وعلى إذا هناك بعض الأشياء الضرورية التي يجب أن نقوم بتذكيرها دائما تذكيرها أحبائي الكرام. إذا ك سي بي كوموند سي بي كوموند ام في اكسترا ميك دار ام كادير يعني لابريفياسيون دو ميك ديريكتوري ميك ام اكي ميك يعني اعمل لنا ديريكتوري هو مجلد او ريبرتوار الفرنسيه ميك ديريكتوري كرييت ا ديريكتوري اندر دو كيرنت ديريكتوري فوالا سي بي كوبي لاحظ كوبي ا فايل اور فايلز فروم سورس تو ديستنيشن عندما نقوم بنقل ملف من جهة إلى جهة أخرى move move a file or files to a different directory يعني نقوم بنقل هذا الكود الملف من مجلد إلى مجلد آخر cd change the current directory عندما نكتب cd x repertoire x يعني نقوم بالانتقال إلى المجلد x إذا كانت عبارة عن مجموعة من الأشياء يا بسم الله سؤال رقم 12 programs only work on desktop application لا false البرمجيات هناك برمجيات سطح المكتب برمجيات الويب برمجيات الموبيل إلى غير ذلك هناك أنواع كثيرة من البرمجة وليس فقط برمجيات سطح المكتب أو desktop application هناك أنواع أخرى What is Raspberry? Raspberry مشهور جدا هو a small low cost single board computer شرحنا ذلك في الدروس الراسبيري وعبارة عن حاسوب صغير مثلا 50 دولارا 500 درهم 600 درهم أحبائي الكرام يتوفر على ذاكرة ومعالج ونظام تشغيل من فئة دوبيان يسمى راسبيان وعلى ويمكن أن نبرمج مجموعة من الكودات البرمجية إذا أسمال صغير low cost رخيص في الثمن single board computer عبارة عن كمبيوتر إذا what is needed for a computer program to communicate with another computer program made from different vendor كيفاش هاد أحبائي الكرام هاد الجواب مهم جدا يعني ما هي الوسيلة التي يستطيع بها برنامج مكتوب أو منجز من طرف الشركة أن يتعامل مع برمجية أخرى منتوجة من طرف شركة أخرى إذا هنا API أو Application Programming Interface Ctrl C إذا لنكتب ذلك وعلى Ctrl A Ctrl V وعلى قالك سيدي What is needed ماذا نحتاج for a computer program بالنسبة لبرمجية حاسوب to communicate لتتواصل with another computer program ليتواصل مع برنامج آخر made from a different vendor vendor هي بائع إذن تسمو لي API وهاد الـ API أحب اللي هي الابريفياسيون دو Application Programming Interface واجهة برمجية للتعامل مع الأشياء إذا سننتقل إلى السؤال رقم 15 What tool can be used on a Linux device to compare all installed software against a repository index to download, update and to install them automatically إذا Package Manager System عبارة عن منظومة داخل لينكس وظائفها تحديث البرمجيات تحديث ابديت يعني اذا نكتبوها احبائي الكرام نكتب السؤال ليتبين بوضوح كنترول سي الاجابه هنا كنترول ا كنترول في هنا سنقوم بقراءه السؤال ثم الخيارات اذا قالك سي وات تول كان بي يوزد ما هو المعد الذي يمكن ان نستعمله في جهاز يشتغل بمنظومة تشغيل لينكس to compare all installed software يعني لمقارنة جميع البرمجيات المثبتة ابتداء من مؤشر
to download لتحميل الميزاجور لتحميل يعني الابديت يعني يعني لي ميزاجور يعني تحديث البرمجيه يعني لتحميل تحديث التحديثات and install them automatically وتثبيتها مباشره بلوكلي فقط للفيزيوال بروغرامين. إذن a tool for visual programming developed with JavaScript at Blockly. إذن جواب خاطئ. Improved shell لأحباء الكرام يعني الشيل يعني اللي كوموند اللي كوموند. الأردوينو عبارة عن ميكرو كنترولر نستعمله لداخل لإعطاء بعض الذكاء للمنظومات الـ IoT. أما الجواب الصحيح هو Package Manager System PMS. السؤال رقم 16 كنت قد أخطأت فيه. What elements are used to represent different programming structures in Blockly؟ ما هم العناصر التي نستعملها داخل البرمجة في منظومة Blockly؟ إذن colored block. Colored block يعني عبارة عن أجزاء. Colored block. إذن الجواب الصحيح هو colored block. الجواب الصحيح هو colored block وليس programming code piece. يعني normalement عنده يعني block لي عبارة عن an ensemble de pièces قطع نقوم بجرها. غير هي colored block ولكن ماشي إذن ده الجواب. سؤال الأخير سؤال ما قبل الأخير. Which Linux distribution is used to develop the Raspbian operating system for the Raspberry؟ راسبيري هو عبارة عن حاسوب مزود بنظام تشغيل من صنف لينكس ديستريبيوسيون دوبيان وبالتالي فإنه غيكون دوبيان أحباء كلاسيكية الشهادة. آخر سؤال. What is the method to secure the control plan of an IoT device؟ قلنا les éléments principaux d'un système IoT أو the main part of an IoT system is sensors, actuator, controller and plan. إذن الشيء الذي يقوم بالحماية يعني ما هي الطريقة للحماية the encryption of user data enforcing of authorized access to code يعني تقوية الوصول إلى الكود تقوية الحماية والسماح للوصول الى الكود وعلى اما restricting access to server لا علاقة verification of data integrity لا علاقة يعني التناغم بين المعطيات. إذن verification of data integrity لا restricting access to server لا the encrypting of user data حتى هي تستعمل. اما هنا الجواب الصحيح هو enforcing of authorized access to code يعني لما تمشي الكود خاص يكون عندنا مسائل الحماية. هنا اختر خيارين. What are two features مواصفتين related to Linux يعني نظام تشغيل Linux ما هي المواصفتين الكلاسيكيتين open source معروفة و supported by a community of programmers يعني هناك مبرمجين كثر كلغة بايثون مبرمجين يعني كلغة بايثون. لماذا انتشرت لغة بايثون؟ لأن عندها community كبيرة كذلك Linux عنده community كبيرة يعني إذا وقع لديك إشكال في Linux يمكنك البحث في الإنترنت ستجد مساعدات. إذن هاتي الخاصيتين. شكرا على انتباهكم وإلى اللقاء وموعدنا مع التمارين أو الكويز الخاص بالشابتر 4 في الجزء الرابع. شكرا.